تعاوني ديانات أسست في 2017 ديسمبر 2017 وهي مختصة في منتوجات تحويل منتوجات ديال التمور. كنديروا مربى التمر شراب التمر اللي هو سيرو ديال التمر ولا تحلوت، وكنديروا مشتقات اخرى خدامين عليها منها يعني لافارين دو دات. الهدف من هذا المشروع ديال التعاوني ديالنا هو تثمين المنتوج المحلي ديال درعا من خلال تحويل ديال التمور العاديه الى يعني مشتقة التمور. والهدف من هذا مدير هاد التعاونيه هو اننا نتعاملوا مع 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 المنطقه ديالنا في اطار يعني الخدمه مع لي ميزون دوز، مع لي زوبيرج، مع لي زوتيل، لي ريستورون ديال المنطقه. هما اللي يعني الزبناء الاساسيين اللي كنخدموا معاهم. ومؤخرا تعاملنا مع يعني جبنا المنتوج ديالنا لمؤسسه محمد الخامس للتضامن للتسويق ديال المنتوجات المجاليه. الحقيقه كاين واحد الترحيب كبير من هاد الناس هادو، جبنا المنتوج ديالنا وحطيناه، والحقيقه كاين اقبال كبير على المنتوج من طرف الزبناء المحليين ديال الناس دوار الزات، والمغاربه اللي كيجيو للسياحه يعني كياخذوا المنتوج ديالنا، والسياحه الدوليه. كنتعاون على التحدي ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، كنديروا هادشي ديال صياغه الحيلي بصفه عامه، كنديروا حتى انا مؤخرا زدنا ان شاء الله نقرا. والحمد لله في الاول عندنا كنواجه هادشي ديال كنخدموا، ولكن عندنا المشكل في التسويق. ولكن الحمد لله ملي انخرطنا في هذا المركز الحمد لله، وشويه بعدا الحمد لله ماشي بحال في الاول اصلا، راه اي واحد راه كيعاني من المشكل ديال التسويق. ولكن الحمد لله ملي انخرطنا في هذا المركز هذا كنعرضوا السلعه ديالنا الحمد لله، وكتباع السلع الحمد لله. مركز التسويق التضامني هو مركز تابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، هو مركز مخصص للتعاونيات لتسويق المنتوج ديالهم والتثمين ديالو. فبالنسبة للعدد ديال التعاونيات اللي عندنا في المركز فتبارك الله كيتعدى 60 تعاونية في مختلف جهات المملكة. في الأول كنا بدينا بجهة درعا تافيلالت كأول زعما كأول هذا، من موراها انفتحنا على الجهات ديال على ربع المملكه. يعني علاش؟ حيتاش كاين طلب متزايد على المنتوجات مثلا اللي خارج الجهه، وكيكونوا الناس مثلا دايزين من ورزازات فكيلقاو لا فاريتي ديال لي برودوي عندنا بما فيهم الزعفران، المقطره، زيوت اساسيه، ارغان، املو، الحنه، الورد، المهم كاع لي برودوي اللي كاينين في الجهه واللي كاينين حتى برا ديال الجهه. المركز كيتوفر على المنتوجات المجاليه والصناعه التقليديه، كاينين منتوجات نسائيه اللي المهم اللي كيخدموهم النساء بكثره بزاف. حنا زعما خلاص عندنا المنتوجات النسويه هما اللي كاينين بزاف، وإلى جانب المنتوجات النسويه كاينين المنتوجات ديال ذوي الاحتياجات الخاصه اللي حتى هما عندهم زعما الحق انهم يحطوا لي برودوي ديالهم باش يتباعوا ليهم. بالنسبه للاثمنه فالتعاونيات هما اللي كيحطوا لي بري ديالهم على كل منتوج، ففي الغالب الاوقات كيكونوا اثمنه مناسبه. وحنا الدور ديالنا في المركز هو التطير والمواكبه ديالهم، بل الاقبال ديال الزوار على المركز فهو تيكون على طول السنه. كاينه حركه غير اعتياديه في بعض الفترات، فمثلا في الصيف وايضا ملي كيكونوا دوك لي بيريود ديال لي توريست فاش كيكونوا جايين المغرب، وحتى في رمضان وفي الاعياد. بالنسبه للانتظارات ديالنا كمركز تسويق تضامني فهو تكثيف الجهود مع الشركاء ديالنا، المكتب الجهوي للاستشاره الفلاحيه، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وايضا المكتب الوطني للسلامه الصحيه، من اجل دعم المركز من جهه، وايضا من اجل دعم التعاونيات فيما يخص المواكبه، وايضا الحصول على التراخيص اللازمه.